بيدعم شيء يعني خالص بس انت ما تعطيه كذي وهني مجال تحس انه كان تعطيه مجال قاعد يطير صح هذه الفكره قصدي نفس الشيء بالنظره نفس الشيء بالنظره صح كنا نبلش الصوره من بدايتها مو كل الحالات على حسب هو اتجاهه وين عنصر قاعد يصور هذا الاشخاص يعطيكم العافية شباب. حاليا احنا في وادي هني اسمه. هذا الوادي مثل ما تشوفون في الاشجار وفي الانهار. وطبعا هذا النهر نظامه مختلف. ليش مختلف؟ لان هذا النهر ينبع من عين فوارة تخرج من الارض وينبع منها هذا النهر اللي تشوفونه هني. ممتد على مسافة يعني تقطع مسافة طويلة ومثل ما تشوفون الماي متوفر بكثرة ولكن مع الأسف في وسخ يعني قراطيس والأمور هذه ولكن المكان جميل قريب من مزارع تقريبا وهني موقعنا أجواء جميلة مثل ما تشوفون الغيم أجواء جدا جميلة واجهتنا مشكلة ولكن الحل موجود ولكن الحل اعتيادي ولكنها مشكلة تعتبر بحد ذاتها المشكلة ان شاء الله بسيطة ما راح تسبب لنا ازمة كبيرة شوف الحين سيارة شقالة ليش السيارة شقالة بسبب ان الطاقة الشمسية اللي عندي اللوح اخترب نقص القطعة الرئيسية مالته اللي توصل الكهرباء طبعا هذه النوعيات مثلا خاصة انها انك تبتب مكان يعني مو هاللوح هذا مو زين يعني انك تشيله وتحطه وكذا فانا كنت حاطه بالدبة مع الحركة مع الاهتزازات اختربت القطعة هذه انقصت مثل ما تشوفونها وحاولنا بشتى الطرق ان نشبكها ولكن ما شبكت عندنا لحيم حديد كل شيء جربنا ما ضبطت ويانا كل شيء جربنا قصدير كبس جلابتين صمغ حديد كل شيء ما ضبطت وما كانت تشحن ما كانت توفي شيكنا على الفيوز اللي داخل ايضا ركبنا الفيوز بديل ماكو فايدة فالحين الحل البديل انه بس تنزل البطارية لغاية 11
2.5 البطارية الإضافية، تشغل السيارة بالطريقة هذه لمدة ثلث إلى نص ساعة، بعدين تطفي راح ترد البطارية بشكل ممتاز. راح تحتاج تكرر العملية هذه كل 5 ساعات تقريبا، يعني ما تعتبر مشكلة، كل 5 ساعات تقدر تدق السيارة سلف نص ساعة. بعدين الديزل أساسا وهو واقف ومشغلة ما يصرف وايد نفس البنزين، فأمورنا طيبة إن شاء الله، ولكن مثل ما تسمعون صوت الإزعاج فقط لا غير. الحين راح أشرح لكم عن بعض المعدات اللي قاعد نستخدمهم في الرحلات. خلينا نقول نظرة عامة عن أهم الأشياء ممكن تكون شارحينها في رحلات سابقة، بالإضافة إلى الأشياء الحديثة اللي استخدمناها في الرحلة هذه. المظلة اللي مستخدمينها مظلة الكوتشوة نفسها، وإذا كان في هواء دائما تخلي الخيط مثل ما تشوفون فوق الربطة مالت المظلة عشان ما ترتفع وتطلع من العود. هذا العود من شركة هذه نيتشر هايك، طبعا نيتشر هايك كويت الاكونت، تقدر تطلب منهم بالكويت. هي عمودين مثل ما تشوف العمود وداخله سير، سهل التركيب وجدا ممتاز. ايضا استخدمنا حق التركيب، استخدمنا عندنا المطرقه ايضا من نيتشر هايك، هذه حق لوتاد، والله ثقيله وزنها وجدا ممتازه، وتقدر تستخدمها حق الحفر ايضا عشان تطلع الوتد من وراك تسحبها. هذه ايضا من نيتشر هايك كويت ومن شركه نيتشر هايك. عندنا الطاوله هذه اللي مستخدمها انا، حاط عليها التشوله مثل ما تشوفون معلقه على بودي السياره، نظامها جدا ممتاز ايضا، بالاضافه الى ثلاجه الايرون مان اللي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، والاكل كله مثلج بداخلها، حاطين درجة الحرارة -2 وعلى الإيكونومي على أساس توفر لنا الطاقة. مثل ما تشوفون الطاقة الشمسية عندنا خربانة، فاضطرينا أن نشغل السيارة بعد 5 ساعات من الوقفة، يعني قمنا الصبح كان الفولت واصل تقريبا 12، شغلت السيارة الحين رد الفولت عالي ويانا. السيارة أنا بس شغلتها 3 ساعة وتشوف شلون صعد الفولت ما شاء الله 12.7. طبعا اول ما طفيت السياره كان واصل 13، والحين عقب تقريبا 3 ساعات 12.7. ومثل ما شفتوا الثلاجه انا نزلت درجتها خليتها -2 وحطيتها على اكونومي، فصار الصرف جدا بسيط، خصوصا اذا كان الثلاجه انت ما تفتحها باستمرار. هذه الدواسه الجديده تونا مركبينها، ولكن تشوف نازله شوي من تحت، راح نعدلها ان شاء الله، راح احطها من فوق، مركبها بطريقة خاطئة، لازم اركبها شوي فوق عشان ترتفع ان شاء الله قريبا. طبعا الخيام مثل ما تشوفون حاطينهم على الارضيات، كل واحد مختار الارضية المناسبة، والخيام كلها سريعة الازالة، يعني باي وضع كارثي لله الحمد احنا مو قاعدين ببطن الوادي، يعني مثل ما تشوفون الماء نازل تحت تقريبا 5 أمتار تحت، فعندنا المنطقة هذه ايضا اذا بيصير سيل عملاق ممكن انه يحوشنا، ولكن ان شاء الله الامور طيبه. والقيم تشوفوا مو مسكر 100%، يعني ما هو قوي القيم، ومعطين عمانيين تعرفنا عليهم بالخط، معطينهم ارقام تليفوناتنا وراح يبلغونا في حال ان كان في سيل جاي من منطقه بعيده ولا شيء، ومعطينهم موقع اللي قاعدين فيه، وناس عندهم خبره بالامور هذه ان شاء الله. هنا تشوف الشباب في مكان، وهنا الشباب صاعدين فوق الجبل.
الشباب شلون متكودين تحت الظل تحت الفي حرارة ها؟ لا بس شيء قدر نغير جو. أحسنت كذي؟ إيه. يلا. على ما قادر أبطل. شمس شمس. بس والله الجو يعني كل شوي ها تينا غيمة تسوي لنا ذلال. وهني في ذلال مضبوط الشغل. الشباب راح يصورون. والحلو بالموضوع هني تاخذ لك غطسة تبرد لك الدنيا كلها. يعني شوفوا هني ماكو عمق بس هني لا عمق هني ادش لي نص خصري درجة الحرارة نعطيها 25 يعني 25-30 شوفوا شلون شغل عدل يا الحبيب سلام والله والماي درجة حرارته يعني فوق الممتازة فوق الممتازة أقول أعطيها خلينا نقول 20 ها 20-25 طبعاً كله تخمين ترى يعني ولكن عادة يعني أخمن درجة الحرارة بشكل زين حتى الرقية حاطينها بالماي حارة ليش؟ لأن هذا مثل ما قلت لكم ماي نبع طالع من الأرض عادة فالأرض دافية يعني حتى الصخر الحين هذا اللي قاعد أمشي عليه دافي ليش الشمس تسخنة هذه رقيتنا هني حاطينها يعني عشان تبرد صارت حارة نروح حاطينها بالثلاجة هذا الماي ما شاء الله ما شاء الله مكان لا إله إلا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو عميق كان الحين قطيت نفسي كذي بس الجو برو انا مبطل الفتحه مالتها فما ابي اغطسها بالماي ها مو شيء هني هناك احسن دفتوا عليك هني هني جد يم الشلال مو عميق هني ها ها نفس الشيء هناك احسن عليك مكاننا الاول طلعت بحوش اليوم اوه برد والله اي والله هو يا الله لا خالد ليش ورا خالد عدل سلام ايوه ماي دافي فرق عن برا ليش ريلي انا منقعها لا تزلق دير بالك اي دير بالك هني زلق شوف ها سلام عدل طبعا الماي هذا ما شربنا منه ما ندري شنو نظام نظافته يعني في طحالب وكذي فاذا بتشرب من هالماي هذا يعني انصح انه يكون عندك فلتر تفلتر الماي وتشرب منه طبعا المكان الراكد هذا لا تفكر تشرب منه الا بعد ما تسوي عمليه تكثيف عمليه تكثيف شلون بروده وحراره عشان تكثف الماي تنديه يعني تخليه يندي يصير نفس ندى بعدين تشرب الندى هذا الحين نجي على فقره الطباخ اليوم راح تكون طبخة سويسرية اللي هي اللحم المفروم هذا راح نحط معاه مو معكرونية هالمرة راح نحط معاه عيش إن شاء الله والطبخة بكل سهولة ملح وبعدين أوريغانو اللي هو الزعتر البري المجفف واللحم المفروم أنا استخدمت لحم خروف مفروم والجزر فلفل أحمر فلفل أخضر وبصل مثل ما تشوفون طبعا البصل على مرحلتين المرحله الاولى اللي تاخذ مع الارضيه مع الزيت ومع اللحم والمرحله الثانيه اللي راح نحطها على اساس يصير ابيض ما راح يكون محمش يعني راح نحطه بعد شوي على اساس بس يذوب او ما يتحمش يعني ما يصير نفس هذا الكارملايز يصير بصل ابيض ان شاء الله طبعا طريقه تقطيع البصل راح اسوي لكم طريقه تقطيع البصل الى مربعات اول شيء تقص الجانب هذا يعني تقصه الى تقريبا مرحله انه يكون تشوف الخطوط تقصه بالنص كذي تشيل قشره فقط واحده وتشيل قشره واحده من هنا فقط الحين
عندك هذه المرحله انك تحط الخطوط هذه ما توصلها لاخر شيء، تحط الخطوط كذي فقط، والثانيه الخطوط هذه افترض انها ما تنقص يعني. فعندك الحين البصله صارت بالشكل هذا، هذا الجزء الاخير اساسا انت راح تقطه، فمجرد انك تقص بالطريقه هذه وراح يصير معاك بصل مقطع بشكل جدا سريع ولطيف وخفيف. وايضا الحين راح اراويكم طريقه الله يسلمكم تفتيش الثوم، يعني طبعا الثوم هذا كله اذا بقعد اقصره بقشره انا بقعد ليه باكر. حطه بشيس بالطريقه هذه طبقتين، سكر عليه كذي، حلو الكلام، وطقطق كذي، ها ها اركب زين، بعدين تبطل بالطريقه هذه راح تلقى عندك ثومات مقشره وخالصه بشكل جدا سريع. الحين هذا الثوم شنو الطريقه اللي راح اسوي فيه؟ حطه بالطريقه هذه، تكبس عليه كذي بس، هذا اللي راح اسويه فقط لا غير، ما راح اقصصه، فقط اخلي الثومه تنفهق بالطريقه هذه. الحين حطينا عليه الماي مثل ما تشوف، الماي على قياس العيش، كل كوب عيش كوب ونص ماي، ونخليه الحين سكره لين يطبخ، بعدين نشخل الماي ونحطه عليه ثلث ساعه. اطمر يقول ما راح اطير عدل، لا قاعد يلا شافوا قبل قاعد تطمر قبل انت. سلام ولا داخل بالوريد. حلوة. عبالك ايش كافي كافي حق الديون. لا اله الا هذا الطبخه مان عيب عيب قاعدين بالمكسرات واللحم المفروم. الله الله تاج جمال ايوب نلبس علي قديمه شويه شويه. راشد بطيتني واخر خلنا نشب ايش متى نشب يا ابني بقى لهم يلا دوبة. ايش دراني عنا قاعد اقول له انا؟ زواخر شو تلاقي ها؟ تلاقي متاوي. جمال قفشه؟ اي والله اي والله حر. قفشه سبزاني سبزاني ثاني قفشه؟ عشان شيء هذا. مرحمة قفشه؟ كيف كيف كان؟ نبي حق هذا المعبوش. اي حطينا حق المعبوش برا. مرحمة قفشه؟ ها شلون لك لين الربع؟ روح واعمل. وبالعافية عليكم، هذه الطريقة سهلة وسريعة وبسيطة. تو رحنا ندور عقارب بالليت اليوفي، وبأحمد مع تقليب الصخر طلع له عقرب صغير ودبع على هدومه. شلون كان وراك؟ ورا هدومك؟ بظهره وطقه عقرب صغير. فش تسوي؟ ربطة خفيفة كذي نفس هذه، وبعدين تحط ثوم ويا عسل وتخلي على ايده كذي، وبعدين تشوف اعراضه. يعني انت الحين شت في احساس عندك عوار؟ بس عوار بالنقطه نفسها بس، امورك طيبه. اذا حسيت بشيء ثاني يعني نفس صعد فوق ونزل العوار، لا بس اذا في ضيق تنفس الامور هذه امور مختلفه، ولكن اذا ما في شيء بس شفع. اي والله
واساسا العقرب ترى اذا طقك بالليل اخف شيء راح يكون، الفير اقوى شيء طقته يكون ميمع السم، فان شاء الله اموره طيبه. هذا شباب لقوا عقرب ثاني بعد، نطفي الليت راسي. اوكي طافي، لا حد شق الليت ابيض. وين طفوا الليتات؟ انا انت اللي طفوا، طف الليت الابيض. يلا شبليتك بس دير بالكم لا يدبي عليكم شيء ثاني بعد. شوف هذا العقرب الثاني، عقرب طبعا. ليش؟ لان شابين الليت هذا. قرب بس، هذا عقرب ثاني. طفوا ليتكم بالله وخلنا نشب العادي. وين العقرب؟ في احد يشوفه؟ الليت قبره، ايش كبره؟ شيء دفع على فوق تحت على خلاص. ايش داخل؟ اي هلا شوي يطلع. ترى المكان هذا يمكن فيه عياله منتشرين هني. اللي صعد على ابو احمد اي هذا اللي صار، ولدت تموت هني. شلت صخره انت؟ ها قبلها اذا ولدت جمال شله تموت عدل. اذا ولدت ما ادري والله. هذه الصخره اللي انا شلتها بطل ظهرها. لا بس هي تقشر يعني. انت شلتها؟ عيال ثاني انت اللي عندك طقك والله. هذه تحتها اكيد في بعد زياده. طف الليت، مشاب الليت، طف الليت. يلا ها يلا لاتشي لاتشي لا يعضك. هذا ابو احمد قررنا اخر شيء ان نخليه يروح المستشفى، وفي عياده هني قريبه افضل يعني دام في شيء قريب، لان شيكنا في عياده تقريبا 5 كيلو فيفضل انه يروح. راح ويا واحد من الشباب. اذا في علاج طبي افضل من يعني انك تهرس ثوم وكذا. طبعا المنطقة هذه صخرية اكيد فيها عقارب، فيها عناكب، فيها حتى حياية يعني، ولكن امورها انها ما راح تجيلك. ليش ما راح تجيلك؟ مثل ما تشوفون موقعنا، احنا مو شابين ليتات، مو شابين شيء، مخلينا على الظلام. اذا خليت موقعك على الظلام ما راح تجي حشرات، اذا ما جت حشرات ما راح تجي عقارب. العقارب تجي على صوت الحشرة، الحشرة تحرك جناحها تطلع صوت وتتكون الحشرات في المكان، فالعقارب راح تجيلك عشان تاكل. تسمع صوت الحشرات راح تي وذبذبتها راح تي عليها. ولكن شوف مكاننا ما في ولا عقرب. يعني سوينا تو بحث بالكشاف، طبعا الكشافات اللي احنا قاعد نستخدمها اي كشاف نظامه UV، هذا واحد منهم. هذا من اقدم الكشافات، كنت ماخذه شوف حتى عليه علامه عقرب، كنت ماخذه من ايش. هذا ابو احمد يا من المستشفى. الحمد لله على السلامه. يمين يمين، ايوه اكسر. تعال تعال، خلي السياره ورا الخيام، خلي السياره ورا الخيام. هني صار خوش قاعده كذي مفتوح الهواء بس. اي يا هلا يا هلا. ها ابو احمد ايش سووا لك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شنو سووا لك؟ اول شيء بغي يطقوني ابره مخدر، طقت طلع دم وايد، ما قدرت ما تحملت العوار. شالت الابره حطت جل وشاش وربطته، قالت هذا مسكن الم لمده ساعه ساعتين وبس خلاص ماكو شيء. بس يعني بس مسكن على طول؟ بس ماكو، ما في ترياق والامور هذه؟ لا ولا شيء. قالت لي ابره حساسيه، اذا ورمت ايدك صار فيها حساسيه اخذ حبه بس. حلو، يعني امورك طيبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ما تشوف شر، عيد الشر عنكم ان شاء الله. الله يسلمكم. سلامة، ما تشوف شر يا حبيبي. عيد الشر عنكم ان شاء الله. لا ما تشوف شر. خف العوار ولا الحين؟ لا العوار موجود. قالت استريح استريح طال عمرك استريح. حاولت تطقني ابره، قالت هاي الابره مخدر يعني عشان لا تحس بالعوار، بس ما قدرت يعني العوار الدواء كان وايد قوي. بس عرفت اي قلنا لها عقرب اسود متعودين. اي قالت لا ما في خطوره، عادي بس انا راح اعطيك مسكن يعني مثل مخدر عشان لا تحس بالعوار. اي بندول وبس. الحمد لله. عطني حبتين بندول خلنا ناخذ. عندي بروفين اذا تبي. تعال جنطتي السوداء فيها الحبوب مالتي، يبا خلنا ناخذ هاي المسكن الالم. بروفين؟ اي اي. لا 24 ساعة. زين ما شاء الله ممتاز. قرية وهذا زين. اي قرية و24 ساعة الطبيب. تمام والله. يعني دائما الامور هذه الواحد يفضل انه يروح طبيب عشان. يعني ما ياخذون كاش بس كريدت كارد. يوم اعطيته بطاقتي قال لي لا ما ناخذ منك، تعال دش داخل.
يعني الحين ما شاء الله العلاج كان هو بفلوس اساسا ولكن ما قصروا من 1/1/2018 ما يستلمون كاش بس كريدت كارد او الفيزا. فكلمت انا ابو الياس قلت له يجيب لي الفيزا مالتي بالسياره، فعلى ما يابها وياه ولا يا هذا الشخص اللي موجود بالسجلات الطبيه كان يقول شو. قلت له والله طقت عقرب وهذا، اعطيته بطاقه المدنيه قال لا ما نبي منك فلوس توكل على الله. بس جزاهم الله خير والله ما قصروا ولا ما قالت لي حبه واحده باليوم اذا صار يعني عندك ورم او شيء، ما صار لا تاخذ. هذه عمان بلد الامان والكرم معروف. جزاهم الله خير. اي والله الكرم معروف يعني عندهم الامانه. جزاهم الله خير. وما تشوف شر يا ابو احمد، ما يجيكم الشر ان شاء الله. رحم الله والديك. طبعا سوينا عمليه اساس نطلع العقرب هنا. هذا العقرب كاهو ترى فال الدير مال شوفه اللي شاب ليت. لحظه خلنا نطفي الليت. طفي الليت الابيض. طفي الليت الابيض شوف لونه. دير بالك لا يدش داخل الحفره بس على اساس مسك بريمين. شوف شلون شاب. خليكم شوف شوف اللون شلون شاب. طفي طفليتك طف. شوف شلون هني هده هده على الارض عشان يبين. هده على الارض شوف شلون اسود. ها اصفر هذا هده. لا هده اسود. اصفر اصفر اسود صدقني اصفر. شقل اصفر باسود هذا عجيب. شوف شلون اصفر. سكر سكر اللي عندك ليتك. سكر ليتك سكر ليتك سكر بس بس أسود. سم سمو ذبحه سمو ذبحه. اصفر باسود هذا قريب لونه. سمو ذبحه اسود. انا شاب ليتي والله يا يبا. سكر ليتك طفيته. يلا حطه. اصفر باسود لونه يا جماعه. اصفر من تحت. اصفر من تحت عادي كله اصفر من تحت كله حتى الاسود. حبيبي لا 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 حبيبي لا لا انا مصور مصور ايش كثرهم. يجيك اسود اشرف صاير هذا غريب. طبعا العقرب هذا على فكره يعني عضاضته نفسها لا 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 تدوسها او تجيسها. اذا داسها احد هذه ترى راح تسممه. اوكي انا طشرت علي عادي عادي ما له شغل عادي. هذا هذا بكبره تقدر تاكله. هذا إيه هذا بكبره الحين تقدر تشيله وتاكله ما راح يسممك. السم بالعضاضه بس ذبحه حرام. شي تعذبه خالد ايش فيك؟ صدق انا مو معذبه. ذبح قد طقه على راسه بس لسع صاحبنا بعد شنو عذبه؟ لا مو هذا اللي لسعه ولده اللي لسعه. ايه ولد ولد عمه بس إيه. شوف تم الشاب. ها يا جماعه رد صور. ها تقعد تصور هذا اللي راح نطبخ فيه ونسوي لمبرجر فيه. ايوه بالضبط. شو المشكله؟ تفضل طال عمرك. اي والله جد نروح نطبخ فيه الحين. كل شيء لا يبا ما في سم. ما في سم عادي. بالعكس حطه بالنار. بالعكس السم يعطيك شو اسمه ترى باور. على فكره على فكره لحظه الحين ابو احمد ترى انت عبالك الحين انت تضررت. حطه هناك حطه هناك. انت صار عندك انت صار عندك مناعه الحين تدري؟ والله جد ابو احمد ترى صار عندك مناعه انت الحين. عضه ورا عضه ورا عضه باكر العقرب يطقك ما راح تحتاج شيء. حتى الالم راح يصير اقل عندك. الحين نروح مكاننا. بسم الله. طبعا على اساس تتجنب هالامور هذه كلها والله يحفظك. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات اول ما تنزل البر شيء اساسي يعني. تم حاليا ازاله المخيم في الصباح الباكر. شيئا فشيئا خلاص ما بقى شيء. كل واحد شال خيمته. باقي بعض الشباب نايمين للحين بعد. هذا ابو احمد بعد لدغة العقرب الظهر حاشا نوم طويل. بس لا تحاتون عليه قاعد نسمع شخيره يعني فما عليه الا العافيه ان شاء الله. هذه خيمته كوتشوه ومن نفرين فيها موقع هني تحط اغراضك. هني جام هذه تتبطل يمين يسار. شوفوا من ورا شو مفروشه ضد العواصف والرياح العاتيه. هذيك نفس خيمتي بس من نفرين. لا هذه من 3 انفار قلت راشد ابو عبد الله. هذا المكان هني بس الحين نعطيها سبحه ان شاء الله بالبحيره بالنهر عفوا وتعالي نروح بطريقنا باذن الله.
الى جبل شمس. سيارة شغلناها امس الساعة 2 بما ان الطاقة الشمسية اختربت مثل ما قلت لكم. الساعة 2 شغلناها كانت 12، شغلناها لمدة ثلث ساعة، وبعد ثلث ساعة طفيناها ووصل الفولت مال البطارية الاضافية اللي هي الاوديسي اكستريم الى 12.9. لغاية اليوم الصبح توم ساعة الساعة 7 شفتها كانت 12.3. فالحين شغلت سيارة لمجرد اني اشحنها زيادة. يفضل انك دائما تخلي البطارية بالتوب، يعني يفضل انك ما تنهكها، كل ما تنزل الفولت كثر ما عمر البطارية راح ينزل. فحاول ان دائما تخلي الفولت مع البطارية مرتفع مع الطاقة الشمسية، مع انك تشغل السيارة دائما. فلله الحمد امورنا طيبة. هذا يومين قاعدين احنا شغلنا السيارة بس مرة واحدة. والحين راح نسوي لنا الشاي بواسطة الغوري هذا التفال. والحين اغراضنا كلها شلناها، ما نخلي الا شنو؟ النار. النار مثل ما قلت لكم تخليها، ما تطفيها، ما تكب عليها. اذا كبيت عليها راح تصير نفس هذيك. شوف هذه البقعة السوداء، هذه بقعة نار شكلها وقح يعني. وبما ان انت بعيد اساسا عن البيوت، بعيد عن الغابات، فعادي تخلي الفحم هذا. هذا راح الحين يتاكل كله ويصير رماد ويطير ويختفي، وما راح تلقاه، يعني ما راح تلقى له اثر نهائيا. وهذه الزبالة اهم شيء، نظفنا كل شيء فيها من حوالينا، كل شيء يعني كل شيء غير طبيعي شلناه زين. وراح نقطها باقرب حاويه. هذه اغراضنا ربطناها ما شاء الله. المره الاغراض وايد اقلش، الوانيت وفر علينا مساحه كبيره. والان نودع هذا الوادي الجميل، وادي هني، وننطلق الى جبل شمس باذن الله. قواهم الله. حتى هذه الأغراض المكسورة شوف اللي ما نبيها نشيلها ويانا، ما تخليها بالبر ذكرى. وانا طالع